نعود الآن إلى ضيفنا الياس فرحات، العميد الياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي. وتقييمك سيد الياس بشكل عام لهذا الهجوم، هل تعتبره ناجحا بالمعنى العسكري، أصاب الهدف، وما دلالته في يعني سياق هذا التأهب الإسرائيلي للردود أو للرد العسكري من حزب الله؟ كما تفضلت سيدتي، نعم أصاب الهدف، لكن أهمية هذا الهجوم هو أن أتي في جو استنفار شديد في إسرائيل كلها، وأنه يعني يؤكد جهوزية حزب الله للرد المعلن عنه، يعني الموعود. هذا مهم جدا، أن حزب الله حاضر وجاهز ويتابع كل الأمور، ولم ينسى يعني الرد على القصف الإسرائيلي على مافدون وعبا وخيام. لذلك تأكيد الجهوزية هو أهم استنتاج يمكن أن يعني نفهمه من هذه الضربة التي وجهها حزب الله إلى موقع عسكري في نهاريا على بعد 15 كيلومترين، أن هذه الوحدات المولجة به ضرب المسيرات هي جاهزة الآن، قصفت هذا النوع من المسيرات، ربما غدا أو بعد غد تقصف نوعا آخر نحو هدف آخر، وأيضا صواريخ أخرى جاهزة تنطلق إلى أهدافها. المهم أن حزب الله جاهز، وبانتظار خطاب أمين عام الحزب الساعة 5 بعد 3 ساعات تقريبا، والذي منتظر أن يعلن أجواء جديدة في مسألة الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر. يعني يمكننا التأكيد عن أن جهوزية كاملة على طول الجبهة. طيب توقعاتك الآن سيد الياس لطبيعة الرد الإسرائيلي على مثل هذا الهجوم الذي على ما يبدو يقع ضمن قواعد الاشتباك حتى اللحظة، هل سيكون الرد ملتزما أيضا بهذه القواعد بحسب تقديرك؟ نعم، نتوقع ردا إسرائيليا ضد القواعد، ربما يقصف هدفا في البقاع، وربما أيضا يقصف أهداف في الجنوب، يعني لناحية النبطية أي بعيدة نحو 2 كيلومتر عن الحدود، ممكن أن يبقى ضمن هذه الضوابط. يعني طبعا ليس مثل ما حصل في الضاحية الجنوبية، يعني هذا من شأنه يعني يشعل الجبهة بكاملها في حال حصل. أعتقد أن إسرائيل سوف ترد، ولكن ضمن القواعد المعمول بها، والتي يعني هي قواعد اشتباك مطاطة تتحرك وتتوسع وتضيق بين فترة وأخرى. طبعا يختلف يعني هذا الهجوم من حزب الله من حيث الكمية والنوعية وطبيعة الهدف العسكري عن ربما سابق الهجمات يعني في الأشهر الماضية. برأيك يود حزب الله إرسال رسائل إلى إسرائيل مفادها بأنكم لا تستهينوا بقدراتنا وبأن لدينا المزيد؟ يعني سبق لحزب الله أن يعني نفذ قصفا بمسيرات انقضاضية وصاروخ بوليستي على عرب على رامشي، على منزل فيه يتمركز فيه جنود إسرائيليون دون قرية عربية، وتمكن من إصابة المنزل دون إصابة المنازل المجاورة. كما سبق وأن أرسل يعني أسراب من المسيرات باتجاه معالي جولان ونفخ في الجولان. لكن هذه أهمية هذه الضربة أنها تأتي في الجليل الغربي وعلى مدينة ساحلية سياحية أساسية في إسرائيل، يعني مدينة نهاريا هي من أهم المنتجعات السياحية في إسرائيل فيها. هذه المفاجأة كانت فيها، وهذا الجديد في هذه الضربة أنها استهدفت في نهاريا، يعني وهي قرب عكا، يعني بدأنا نصل إلى الجنوب شيئا فشيئا باتجاه العمق الإسرائيلي، لكن حتى الآن ضمن المسافات المعقولة أو قواعد الاشتباك المعمول بها. شكرا جزيلا العميد الياس فرحات، الخبير العسكري.